بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أخواتي الفاضلات، إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد متجدد حول مائدة رمضان وفوائد رمضان وكرامات رمضان. درسنا اليوم، كلمتنا اليوم، عنوانها أنت تحب الله. أنت أختي الفاضلة تحبين الله. كلمتنا بالأمس كانت الله يحبك، واليوم عنوان الكلمة أنت تحبين الله عز وجل. فلا تشك أنك تحب الله عز وجل. المسألة هي مسألة مقادير ودرجات. فتذكر أن من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان يدعى يوم القيامة إلى دخول الجنة. إذن فمقادير المحبة من مثقال ذرة إلى ما هو أكثر. وسنرى أن الحب أحيانا يكون متوسطا وأحيانا يكون بالغا. فالمسألة مسألة درجات. أما أصل المحبة فمغروس في كل قلب. فالمحبة شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح. ثمار المحبة، إذن شجرة، تظهر ثمارها في القلب واللسان والجوارح، وتدل تلك الآثار الفائضة على القلب، يعني منها على القلب والجوارح على المحبة، دلالة الدخان عن النار. فالآثار تدل على الأثر، على المسير كما يقال، والنار والدخان يدل على النار، والثمرة تدل على الشجرة. فكذلك المحبة لها آثار فائضة على القلب والجوارح. فاستبشري خيرا واستبشر خيرا، فأنت محب لله وأنت محبين محبة لله، وهذه الأدلة. فأنت وأنت أختي الفاضلة تحبين الله عز وجل لأنك تحبين لقاء محبوبك بطريق الكشف والمشاهدة، وأنت مستعد للارتحال عن الدنيا إن شاء الله، وتشعر أن الدنيا سجن يمنعك عن لقاء حبيبك، والموت عندك موعد ومفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة. فعندك الموت، وعندك الموت هو مفتاح اللقاء، لقاء الله عز وجل، وباب الدخول لتشاهد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فاستبشر خيرا بهذا الإحساس، وهذا دلالة على أنك وأنك تحبين الله عز وجل. فالحبيب على كل حال لا يكره لقاء حبيبه، فالحبيب على كل حال لا يكره لقاء حبيبه. وأنت تؤثر ما أحبه الله على ما تحبه ظاهرا وباطنا، وهذا دليل على محبتك لله. تؤثر ما يحبه الله، هذا دليل آخر. أولا أول الأدلة محبة لقاء الله. الدليل الثاني أنك تؤثر محبة ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، وهذا دليل على محبتك لله. فأنت في رمضان تلزم نفسك مشاق العمل، وتجتنب اتباع الهوى، وتعرض عن دعة الكسل. ها أنت لا تزال مواظبا على طاعة الله، متقربا إليه بالنوافل، طالبا عنده مزايا الدرجات، كما يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه. فهذا دلالة على محبتك لله وعلى محبتك أختي الفاضلة لله. فإيثارك ما يحبه الله دليل على حبك لله. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمحب وأنت منهم
يترك هوى نفسه لهوى محبوبه، يعني يصلي عوض أن ينام، يصوم عوض أن يأكل. قال الشاعر: أريد وصاله ويريد هجري، يعني هو يريد وصال محبوبه والمحب يريد هجره، فأترك ما أريد لما يريد. أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريد. فهذا من علامات المحبة، فهو يريد الوصال والمحب يريد الهجر، فترك الوصال وفضل الهجر على أن في ذلك ألم على نفسه. والشاعر قال: إن المحب لمن يحب مطيع. وأنت الحمد لله تطيع الله، فهذه دلالة على أنك تحب الله. وقال آخر: وأترك ما أهوى لما قد هويته، فأرضى بما ترضى وإن سخطت نفسي. فهذه دلالة على محبة الله، محبتك لله عز وجل. قال سهل رحمه الله: علامة الحب إيثاره على نفسك، والحبيب من اجتنب المناهي. وها أنت أخي وأختي تجتهدين في هذا الشهر وغيره في الابتعاد عن المعاصي، فهذا دلالة على أنك وأنك تحب الله عز وجل. والله لما أحبك أحببته، واجتناب المعاصي دلالة على محبة الله، لأن الله لما أحبك تولاك ونصرك على عدوك، وإنما عدوك نفسك وشهواتك. قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فحفظك من المعاصي دلالة على أنك تحب الله عز وجل وأن الله يحبك. كما قلنا لا يمكن أن تحبه قبل أن يحبك، لذلك بدأنا بمحبة الله لك. وإن عصيت الله عز وجل لا تيأس من محبة الله ولا من رحمة الله، فقل دائما حتى وبعد المعاصي: قل الله يحبني. فالمعصية لا تخرج العبد عن أصل المحبة. وحكاية الصحابي الذي كان يكثر من شرب الخمر معلومة، فلما لعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فلأعلم أن الناس درجات في المحبة. قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب أحب الله تعالى حبا متوسطا، وإذا دخل سويداء القلب أحبه الحب البالغ وترك المعاصي. إذن اجتهد إن شاء الله حتى تنتقل إن شاء الله في درجات المحبة، وتترقى من حب بظاهر القلب إلى حب بسويدائه. ومن علامة محبة الله الاستهتار بذكر الله، فها أنت مستهتر بذكر الله صباحا ومساء، فهذا كذلك من علامة المحبة. والحمد لله لا يفتر لسانك ولا يخلو عنه قلبك، فمن أحب شيئا أكثر بالضرورة من ذكره. ثم بعد ذلك أنت تحب كل ما يتعلق بمحبوبك، فها أنت تحب القرآن الذي هو كلامه، وها أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحب كل من ينتسب إليه. وقد قيل: من يحب إنسانا يحب كلب محلته. فالمحبة إذا قويت تعدت من المحبوب إلى كل ما يكتنف بالمحبوب ويحيط به، فهذا دلالة إن شاء الله على كمال محبتك. حبك للقرآن، حبك لرسول الله، حبك للذكر، فكل ما يتعلق بالله تحبه، فهذا دلالة على كمال محبتك لله. فاستبشر خيرا واجتهد في الاستزادة من المحبة لتزداد إن شاء الله قربا من الله، فإنك تحب ما أحب الله، فإذا أنت تحب الله. من أحب ما يحب الله فهو يحب الله، وأنت تكرم، ومن أكرم من أكرم الله فهو يكرم الله عز وجل. وحكي عن بعض الصالحين قال: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة في سن الإرادة، فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا، ثم لحقتني فترة، يعني
تعبت قليلا فانقطعت عن التلاوة. قال: فسمعت قائلا يقول في المنام: إذا كنت تزعم أنك تحبني فلم جفوت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ قال: فانتبهت وقد أشرب في قلبي محبة القرآن، فعاودت إلى حالي. فاشكر الله على حبك للقرآن وتلاوتك للقرآن، واستمر واجتهد، وأكثروا من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واطلبوا الزيادة في المحبة، وتيقن أنك تحب الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.